هيك كان الاتفاق من الأول، هيك كانت الخطة اللي أنا وافقت عليها. شو أعمل؟ ما فيني إلا لا. إذا ضليت وتزوجت رح نترك، وإذا بقول له الحقيقة رح نترك، وإذا ضليت أكيد هي رح تقول له كل شيء وهو رح يتركني ويمشي. كيف بدي أقول لك أني كذبت عليك وأنت وثقت فيني هيك؟ أنا لازم أروح، سامحني. إيه وين كنا؟ تونت شاديا، أنت أي بند أصريت عليه بالضبط؟ بند العرس. عرس؟ لا، بند العرس ما بيمشي الحال أبداً. وليش بقى؟ لأني طول عمره العرس على العريس. صح. مو على أساس الزواج حياة مشتركة؟ مو لازم تكون الشركة بكل شيء؟ شو بدهم يقولوا العالم علينا؟ أهل العروس طاير عقلهم على العريس لهيك دفعوا نص العرس؟ لأنه فقير ومعتر ما حيلته شيء؟ عم تتمسخري علينا وتعيرينا ست وفاء؟ ضبطي كلامك وإلا بقلب طاولة المفاوضات هاي فوق راسك. يلا قلبيها شو ناطرة. لا, لا لا يا جماعة، روقوا روقوا لو سمحتوا. عادي طول شادي، عادي عادي، يعني شكله الوضع كتير تأزم والمفاوضات ولعت، فخلينا ناخد فاصل. تفضلي فاصل صغير ومنرجع. أوكي لو سمحتوا بريك، ناخد نفس. نفس. حق معك مسيو رامي، لازم أخد نفس قبل ما أطلع عن طوري. اطلعي اطلعي لأشوف لوين بدك توصلي. طول شادية، المشاحنات ما منيحة للمفاوضات، ناخد بريك بليز، تايم أوت. ارتاحوا. الحمام وين طول شادية؟ هون. تفضل. لو سمحتوا لبين ما أرجع فيكم تضلكم محافظين على هالهدنة اللي اتفقنا عليها؟ شكرا. سما سما سما، سما.